السلام عليكم، معكم الدكتور ياسر صبر، أستاذ في جامعة الملك سعود واستشاري طب الأم والجنين. احنا هنا مبسوطين طبعا اليوم في وجودنا في المؤتمر للجمعية المصرية لطب الأم والجنين. هتكلم النهاردة إن شاء الله عن موضوع ضرورة استعمال الأسبرين في الحمل، ايه الحالات اللي المفروض تستخدم فيها الأسبرين للأم الحامل. طبعا الأسبرين واحد من العلاجات اللي يستخدم بالذات في حالات تسمم الحمل، بحيث انه الأمهات اللي بيكون من قبل جاهم في حمل سابق تسمم حمل، بننصحهم دائما الحمل القادم انه يستخدموا الأسبرين. الأسبرين بيساعد على زيادة سيولة الدم في من المشيمة للطفل، فيقلل من التجلطات وبيساعد على زيادة الغذاء اللي بيوصل للطفل. فدي واحدة من الحالات اللي مفروض استخدام الأسبرين فيها. طبعا في برضو بعض الحالات كمان اللي يكون عندهم أطفال حجمهم صغير في الحمل السابق، أو يكون عندهم أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو الحمل المتعدد التوائم، فبرضو دي بعض الحالات اللي ننصح الأمهات اللي ممكن يستخدموا الأسبرين بجرعة بسيطة تقريبا، اللي هي تقريبا 81 اللي بنسميه أسبرين أطفال طول فترة الحمل إلى وقت الولادة. أثبتت الدراسات كلها أنه ما فيش أي أضرار فيها إن شاء الله، وأنه في نفس الوقت أنه بيساعد على تقليل مشاكل الحمل إن شاء الله.